اتفضل. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده في اخر جزء في المنهج، الجزء الخاص بالدامز اند ريسيفورز، الجزء الخاص بالسدود والخزانات او التخزين. مبدئيا هنبدا بالتخزين، بعد كده هنتكلم عن السد. ايه المقصود بكلمه التخزين؟ التخزين يقصد بيه يا جماعه اللي هو التخزين خلف السدود. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا سد في مصر اسمه السد العالي، البحيره بتاعته اسمها بحيره ناصر، بحيره ناصر دي تعتبر هي الخزان بتاع السد العالي. فالفكره ان انا لما هاجي اخزن البحيره دي، او لما اجي اخزن ورا السد، هخزن ازاي؟ والله يا باشمهندس الطبيعي ان انا مش هينفع اخزن مره واحده، بمعنى ان انا مش هينفع اقول ان انا عندي مثلا 80 مليار متر مكعب هخزنهم حته واحده او اخزنهم مع بعض في مرحله واحده. فيقول لك لا، ده انا هخزنهم على مراحل. ونركز مع بعض، نركز في ايه؟ المنسوب ده، لو جينا نتكلم على المنسوب اللي تحت ده، المنسوب ده بالنسبه للسد اللي عندك ده هو منسوب رقم كام؟ منسوب الصفر. يعني ايه منسوب الصفر؟ يعني ده بداية السد. لو انا قلت لك مساحة القطاع ده او الحجم اللي بيخزنه، فطبيعي عند النقطة دي تقول لي صفر. طيب انا هعمل ايه؟ انا قلت لك ان احنا هنخزن على مراحل، فهتلاقي اللي بيحصل ان احنا بناخد كده شرايح، ادي شريحة 2 3 4 حسب ما في السد هو بيخزن، او حسب ما هو هياخد قطاعات عشان يخزن فيها كميات معينه من الميه. طيب تمام، المنسوب ده لو قلنا ده الصفر، يبقى ده منسوب كام؟ والله نقول مثلا 10. طيب ده منسوب كام؟ 50. ده منسوب كام؟ 60. ده منسوب كام؟ 70. ونقول المنسوب الاخير ده 90. ايه ده يا باشمهندس؟ اللي انت بتقوله لنا معنى كده ان القطاعات بتاع التخزين مش ثابته؟ اي سد في الدنيا بيخزن وراه ما بيخزنش على مراحل ثابته. وتاخد بالك هو بيديك مناسيب عشان بس يعرف انت فاهم يعني ايه تخزين ولا مش فاهم يعني ايه تخزين. بالنسبه للسد النهضه مثلا، اول مرحله في التخزين 4 مليار متر مكعب، ثاني مرحله 13.5 مليار متر مكعب. معنى كده ان المناسيب مش ثابته وكميات التخزين مش ثابته. طيب بناء على تغير المناسيب والحجوم اكيد المساحه هتتغير. طيب يا باشمهندس المساله عباره عن ايه من الاخر؟ المساله الدكتوره بتبقى مدياك اليفيشن، ومدياك اريا، ومدياك حاجه اسمها كوميوليتيف فوليوم. مش فاهم يا باشمهندس؟ تعال لما نشوف الكوميوليتيف ده عباره عن ايه اصلا. وخد بالك نرجع تاني، انا قلت لك ده منسوب الصفر بالنسبه للخزان. طيب لو انا قلت لك ده منسوب 1800، يبقى انت تفهم ان ده منسوب ايه؟ ده منسوب صفر الخزان منسوبا لسطح الميه. لان لو زي ما انت عارف ان المفروض عشان النهر يتحرك فبيتحرك من المناطق العاليه للمناطق الواطيه، فانت المفروض السد بتاعك هيبقى هنا. فالمنسوب ده بالنسبه لسطح الميه ده عالي، فممكن يوصل ل 1800. يعني احنا عندنا منسوب السد العالي اعتقد 1779، يعني المفروض ان المنطقه اللي موجود فيها السد العالي اعلى من سطح البحر بحوالي 2 كيلو. وده الطبيعي عشان الميه تاخد سريان تحت تاثير الجاذبيه. يبقى في المساله لو لقيت 1800 ما تتخضش، 1800 1850 1860 1900 1910 ما تتخضش. ده المطلوب المقصود بيها ان هو ناسب مناسيب السد لسطح البحر. طب تمام، نرجع لموضوعنا elevation area cumulative. والله هندسه انت قلت لي ان هو مديني اليفيشن، مديني مناسيب، ومديني الاريا ما بين المناسيب دي. طيب ايه الكوميوليتيف ده؟ ده التصرف او الحجم التجميعي للميه. بمعنى لو انا قلت لك يا باشمهندس هنا في المنسوب الصفر ده انا عندي ميه، لا ده انا لسه على الارض، فهتلاقي الكوميوليتيف هنا صفر. طب لو قلت لك ده 2000 وده 6000 وده 10000 وقلت لك احسب لي الكوميوليتيف،
والله احنا قلنا هنا صفر ما بين المنسوب ده والمنسوب ده يا باشمهندس. بقى عندي كام؟ بقى عندي 2000 متر مكعب ميه، وما بين المنسوب ده والمنسوب ده بقى عندي 6000. لا، ما هو ده ما بين المنسوبين دول 6000، يبقى التجميعي يبقى ما بين ده وده 2000، اللي بعديه يبقى ما بين الصفر وما بين ال50 8000، اللي بعديه يبقى ما بين الصفر وما بين ال60 1000 6 10000 و6000 و8000، يبقى 18000. يبقى تاني الفكره في التخزين انك انت الدكتوره بتديك elevation area cumulative، وانت محتاج تعرف الفوليوم. هو ايه المطلوب يا باشمهندس؟ انت عمال تقول لي elevation واريا cumulative وعرفت التخزين ده بيتعمل ازاي والمناسيب والelevation والاريا والكلام ده. المطلوب منك انك هترسم لي علاقه ما بين الelevation والاريا، وترسم لي علاقه ما بين الelevation والفوليوم اللي هو الاستورج مش التجميعي، وهترسم لي علاقه ما بين الelevation والcumulative، وترسم كيرف اسمه الكومبايند كيرف. طيب انت عندي elevation واريا cumulative، يبقى انت مطلوب منك تحسب الفوليوم. لو انا قلت لك الكوميوليتيف هنا 100000 ومديك هنا الكوميوليتيف بتاعه 80، يبقى الحجم بتاع الجزء الاخير ده كام؟ والله كله 100000 يا باشمهندس، والحد هنا 80000، يبقى اللي فوق كام؟ 20000. طب لو قلت لك تمام حلو جدا، لو قلت لك هنا 80000 والحد القطاع ده 50000، يبقى الجزء ده كام؟ والله هندسه يبقى ما بين اول شريحه وثاني شريحه 20، وما بين ثاني شريحه وثالث شريحه كام؟ 30. ما انت قلت 80 ناقص 50 يطلع لك المسافه دي. وبعد كده يبقى انا كده جبت حاجه اسمها الفوليوم. بقى عندي الاليفيشن، عندي الاريا، عندي الفوليوم، عندي الكوميوليتيف، تقدر ترسم العلاقه. المساله الوحيده اللي عندك في المنهج اللي بتوصف الكلام ده هي مساله الريسيفوارز اللي قدامك دي. هنا بيقول لك ايه؟ تيبلز واحد اللي هو التيبل اللي قدامك ده شوز ذا داتا فور ا ووتر ستورج ريسيفوار، بيقول لك ان هي بتوريك الداتا بتاع تخزين خزان يعني. ذا ريسيفوار مينيمم اند ماكسيمم كاباسيتيز ار صفر اند 1575503 علامه 940753 مليون لتر مكعب. بيقول لك ان عند المنسوب الاولاني الكباسيتي بصفر، وعند اخر منسوب الكباسيتي بالرقم الكبير اللي قدامك ده. طيب ايه المطلوب مني يا باشمهندس؟ بيقول لك انا مديك اليفيشن، مديك اريا، ومديك فوليوم، وتاخد بالك هو بيقول لك ايه؟ ماكسيمم كاباسيتيز، يعني اللي هو مديهولك فوليوم ده هو الكوميوليتيف مش الفوليوم اللي هو الاستورج. يبقى اللي هو مديهولك في المساله هو الكوميوليتيف. تمام، المطلوب منك انك ترسم علاقه ما بين الاريا اليفيشن كيرف، وترسم علاقه ما بين الاليفيشن والستورج او الفوليوم كيرف، وترسم لي علاقه ما بين الاليفيشن والكوميوليتيف كيرف، واخر حاجه هنرسم منحنى اسمه كومبايند. ايه هو منحنى كومبايند؟ منحنى كومبايند هو رسم علاقه ما بين الاليفيشن والاريا والفوليوم على نفس الكيرف. يبقى كومبايند هو علاقه ما بين الاليفيشن والاريا والفوليوم على نفس الكيرف. طب يا هندسه تعال ما نشوف المناسيب كده. المناسيب ايه؟ هنخلينا في اللي تحت على طول عشان بس المناسيب واضحه. بيقول لك ان اول منسوب عندي كان 1357، يبقى انت تلقائي عقلك يقول ايه؟ ان المنسوب ده الصفر بتاع السد، لكن ده بالنسبه لسطح البحر. اكيد الاليفيشن اللي بيحصل له؟ اكيد الاليفيشن بيزيد ما بيقلش. فالاليفيشن اللي بيحصل فيه 1957، بعد كده بقى 1513، بعد كده بقى 1669، وهكذا لحد ما وصلنا المنسوب كام؟ 2918. ده كده كاليفيشن. تمام يا باشمهندس، حلو جدا. ومديك الاريا، يقول لك ان الاريا الاولانيه بصفر، وده طبيعي لان قلت لك انا اللي هو الاليفيشن الاولاني ده معنى كده ان انا على سطح الارض لسه. وطبعا ايه اللي بيحصل في الاريا؟ الاريا يا جماعه بتبقى منظر الاليفيشن، لو لقيت الاليفيشن بيزيد فلازم الاريا تزيد. يعني الاريا الاليفيشن بيزيد ازاي؟ يعني هنا 1513 ناقص 1957 لقيته رقم كبير، فهتلاقي لو لقيت اللي بعديه رقم صغير فهتلاقي الزياده مش كبيره قوي. يعني انا بص كام رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. بص اللي تحتيه يعني ايه من الاخر؟
ان الاريا تزايديه مع الاليفيشن، بس مش نفس الكلام يعني بنفس الطريقه. الاليفيشن مش ثابت، ما بقولش 0 10 20، لا الاليفيشن بتاعي انا واخد شرايح معينه، فهتلاقي بنفس المنطق الاريا بنفس الطريقه. طيب الكوميوليتيف، البدايه صفر والنهايه الرقم ده وما بينهم ارقام. انت بدايه حل المساله انت المفروض هتعمل ايه؟ والله هندسه بدايه حل المساله ان انا اعرف اجيب الفوليوم. طيب ازاي اقدر احسب الفوليوم يا باشمهندس؟ والله يا باشمهندس انت قلت لي لو جينا نرسم الرسمه دي ثاني، نرجع لها نرجع لها. انت قلت لي ان عند منسوب الصفر اكيد ما فيش اي ميه، بس ما بين الصفر واللي بعديه في ميه. لو انا قلت لك ان الكوميوليتيف بتاع الجزء ده 2000، يبقى كميه الميه في هنا كام؟ من غير ما تفكر 2000، لان هنا صفر وهنا الشريحه بتاعتي، يبقى الكوميوليتيف هو الفوليوم. طب تعالى نروح اللي بعدها. انا قلت لك هنا الكوميوليتيف 8000، بس اللي تحت 2000، يبقى هنا الباقي كام؟ 8، يبقى كام؟ 6000. اهي الرقم ده هو. نرجع تاني ونشوف الكلام ده على ارض الواقع. يبقى عند الاريا، عند اول شريحه هتلاقي كله صفار، اريا صفار، فوليوم صفار، كوميوليتيف صفار. طيب عند الشريحه الثانيه، والله هندسه الاريا كده كده عندي مش هغيرها، الفكره ان انا عايز اجيب الفوليوم. ده معايا وده معايا. عند اول شريحه لما كنا بنشرح كانت الفوليوم بتساوي ايه؟ كانت الفوليوم بتساوي الكوميوليتيف. طيب انا مش عارف ده يا باشمهندس، يعني انا مش مصدق ده. اطرح ده من ده. لو طرحت 6 5 0 4 4 0 1 0 من الرقم اللي هو 0، يطلع الفوليوم 6 5 0 4 4 0 1 0. يبقى في الحاله الاولانيه، الشريحه الاولانيه، الفوليوم بينطبق على الكوميوليتيف. طيب كويس جدا يا باشمهندس. تعال نروح نشوف اللي بعدها. اللي بعدها اجيبها ازاي؟ والله بنفس الطريقة، أنا طرحت دول من بعض جبت ده. اطرح الاتنين دول من بعض، يعني اطرح 5 2 0 3 2 3 0 0 3 من الرقم ده، هيديك أنه رقم؟ يديك الرقم ده. بعد كده اطرح الاتنين دول من بعض يديك الرقم ده، بس كده؟ أه بس كده. يبقى أنت بمجرد ما بتطرح الكوميوليتيف ده ناقص ده يديك ده، وده ناقص ده ليه؟ لأن خد بالك ده لحد الشريحة اللي أنت دارسها، وده لحد الشريحة اللي بعدها، وهكذا. ده تجميعي، ده التجميعي لحد آخر شريحة، فده التوتال. لو طرحت التوتال من اللي قبليه يديك ده، ولو طرحت اللي قبليه من اللي قبليه يديك ده، وهكذا عشان اجيب الفوليوم بتاع الشرايح. خلاص جبت فوليوم الشرايح. نبدا ببساطه جدا نرسم علاقه ما بين الاليفيشن والاريا. طبعا الافضل بالنسبه لي انك تخلي الاليفيشن محور افقي والاريا محور راسي. بعد كده فوليوم اليفيشن نفس الكلام، اليفيشن محور افقي وفوليوم محور راسي. كوميوليتيف واليفيشن بنفس الطريقه. وبعد كده اهو، طبعا انا مش هشرح ازاي ترسم الكيرفات، يعني انت اكيد هتعرف ترسم الكيرفات. هو هنا عاكس وده عادي، يعني انا قلت لك هو في الاخر كيرف. انت الافضل هنا اليفيشن وهنا اريا، هنا اليفيشن وهنا ستورج، هنا اليفيشن وهنا كوميوليتيف. تسال نفسك سؤال، انا قلت لك الكوميوليتيف يا باشمهندس هو علاقه ما بين الاليفيشن والاريا والكومبايند. لو جيت ترسم الاثنين دول مع بعض هتلاقي عندك صعوبه اول حاجه. تاني حاجه هتلاقي الكيرفين في نفس الاتجاه، يعني هتلاقي هنا ده طالع وده طالع. ما هو ده فين الاريا؟ ادي الاريا اهو، الاليفيشن كيرف، وادي لا مش الكوميوليتيف، وادي الاستورج كيرف اهو، الاثنين زي بعض تقريبا. طيب انا عايز اعمل ايه؟ بيقول لك خلي هنا الاريا مثلا، يبقى هنا اليفيشن وهنا اريا وهنا الكوميوليتيف. طيب تمام، حلو يا باشمهندس. واعكس مقياس من الاثنين، يعني انت في الاليفيشن قلت 0 10 20 30 40 50 60 وهكذا. نيجي في الفوليوم ما نقولش 0 من تحت، نبدا 0 من فوق. يبقى 0 10 20 30 40 50 60. ليه؟ عشان الرسمه دي تظهر لك وتعرف تفرق ما بينهم. في الحاله دي يبقى انا عندي علاقه ما بين الاليفيشن والاريا، وعلاقه ما بين الاليفيشن والكوميوليتيف معكوسه، يعني ده لو انت قلبته هيطلع لك الكيرف اللي هو ده. اتمنى تكون الدنيا واضحه، واتمنى ما يكونش فيها اسئله، ولو حد عنده اسئله يبقى يكلمني. دي ببساطه مساله التخزين اللي عليكم. في مساله تخزين ثانيه بدلاله الفوليوم نفسها وانت تجيب الكوميوليتيف، بس بما ان المساله دي ما اتشرحتش فمش هشرحها. انتوا شرحت لكم المساله دي بس. تاني جزء من الدرس ده، طبعا في الامتحان المساله دي 10 درجات مضمونين، ادخل بيها، مساله سهله جدا. نبدا بعد كده في الجزء الثاني. ايه الجزء الثاني بقى يا باشمهندس؟
الجزء الثاني هو تصميم السدود. انت عندك في المنهج تصميم سد واحد اللي هو الجرافيتي دامز. ايه الجرافيتي دامز ده؟ ده السد الخرساني. من الاخر كده يا جماعه، هو بي سي، ده بيعتمد على وزنه الذاتي في مقاومه الاحمال. ايه ده؟ ده الكلام ده انا سمعته مره قبل كده في الريتيننج وول. بالظبط، السد التثاقلي او الجرافيتي دامز او السد الخرساني بيتم التعامل معاه ان هو حيطه عاديه جدا. زي ما انت شايف، انا عندي السد وعندي ميه قبله وميه بعده. ايه القوى اللي ممكن تؤثر على الشكل اللي عندك ده يا باشمهندس؟ عايز بس بتاع القوى، ايه القوى اللي ممكن تؤثر على الشكل ده؟ والله اول حاجه يا باشمهندس اللي هي الاوزان الذاتيه بتاع السد. خد بالك، انا عندي السد، ايه المطلوب منه؟ عشان برضو الناس اللي بتسال، انت مطلوب منك انك تشيك على السد، سيف ولا ان سيف؟ سيف ضد ايه؟ سلايدنج اوفر تيرنينج اوفر ستريسز. بس مفيش حاجه تاني، مفيش حاجه تاني. القوى اللي بتاثر، طبعا هو مديك ابعاد، انت محتاج في الاخر تقول له السد ده سيف ولا ان سيف، ده المطلوب منك. فالاول انا محتاج اجيب الاحمال. ايه الاحمال؟ الابعاد هو جيفن. طيب الاحمال اللي عندي ايه؟ والله يا باشمهندس هي اوزان السد التثاقليه الذاتيه. لو انا قسمت ده مستطيل مثلث مثلث، دي كده الاوزان الذاتيه بتاع السد. طيب ايه كمان؟ ركز معايا بقى. والله عندي هنا وزن ميه، وعندي هنا وزن ميه، وفي جزء كمان لازم تاخد نوت. اي سد في الدنيا بيتعمل يا جماعه بيبقى ليه حاجه اسمها طبقه ترسيب. طبقه ترسيب للطمي. ايه طبقه الترسيب دي؟ ما ينفعش تبقى حاطط سد في طريق وتقول ان انا مش هيبقى عندي ترسيب للطمي. ما ينفعش. الترسيب هيحصل، هيحصل. طيب انا بعمل حسابي ده بايه؟ بقول ان انا عندي هيبقى فيه طبقه سيديمنتيشن اللي هي الترسيب دي، او طبقه الرواسب بارتفاع معين. طيب طبقه الرواسب دي طبعا على السد اللي عندك ده هتسبب لي ضغط جانبي، وكمان هتسبب لي ضغط راسي. تاخد في اعتبارك بقى، لو انا خدت الميه ده كمثلث مع مستطيل، لما اتعامل مع الجامه بتاع الترسيب دي يبقى جامه سبمرجد. تمام. هو في حل تاني يا باشمهندس؟ انك تاخد الجزء اللي فوق ده لوحده، تقسم اللي فوق ده، يبقى عندك هنا مستطيل ومثلث ومستطيل كبير والجزء اللي تحت ده. طيب لو خدت ده لوحده بنتعامل هنا مع جاما ساتوريتد، يعني جاما المشبعه بالميه. يبقى انت عندك الطريقين دول بالنسبه لوزن طبقه الترسيب. يبقى القوه اللي بتاثر عندي الاوزان الذاتيه بتاع السد، وزن الميه دي، وزن طبقه الترسيب، والداون ستريم ووتر ليفل ليه وزن الميه. هو انت عمرك شفت سد خزن الميه وما نقلهاش الناحيه الثانيه؟ امال ايه لازمه السد؟ طيب تمام، يبقى انا عرفت الاوزان يا باشمهندس. ايه تاني؟ ايه تاني من الاوزان اللي لازم اعرفها؟ والله هندسه انا عندي هنا كمان ضغط ميه، وعندي هنا كمان ضغط ميه بس مش بالشكل ده اهو. حلو جدا يا باشمهندس. دي بس الاحمال. يبقى احنا اتكلمنا على الاحمال اللي بتاثر عشان انا عايز اعمل الاستابيلتي قدامها. قلنا الاوزان الذاتيه، اوزان الميه اللي فوق المنشا، وزن السيدمنتيشن، ضغط جانبي للميه في الاب ستريم ووتر ليفل، ضغط جانبي للميه في الداون ستريم ووتر ليفل. ايه كمان؟ والله هندسه احنا درسنا حاجه في بدايه المنهج، قلنا لو انا عندي فرق ضاغط كده فده بيظهر لي حاجه اسمها ابليفت، وده لازم يتاخد في الاعتبار ما تنساهوش. يبقى كل القوى اللي بتاثر عندي في اي دم في الدنيا هي عباره عن ثلاث حاجات، نقول اربع حاجات. اول حاجه الاوزان الذاتيه بتاع المنشا، بعد كده اوزان الميه والضغط الجانبي للميه، وبعد كده السيديمنتيشن كوزن راسي وكوزن جانبي، لان السيديمنتيشن دي تعتبر ايرث بريشر، واخر حاجه هي الابليفت اللي جاي لنتيجه فرق ضغط الميه. طيب هو انا عندي كم منسوب للميه يا باشمهندس؟ زي ما انت عندك في القنوات المفتوحه عندك ثلاث مناسيب،
ايه هما الثلاث مناسيب اللي كنت بتقول عليهم؟ الهاي ووتر ليفل، النورمال ووتر ليفل، اللو ووتر ليفل. عندي نفس الثلاثه، بس المسميات مختلفه شويه. بيبقى عندي حاجه اسمها فلاد ووتر ليفل. ايه الفلاد ووتر ليفل ده يا باشمهندس؟ الفلاد ووتر ليفل ده ببساطه جدا ده المنسوب ساعه الفيضان. يعني ايه المنسوب ساعه الفيضان؟ هنتكلم كمثال السد العالي عندنا. ايه اللي موجود في السد العالي؟ السد العالي عندنا في موسم اسمه موسم الفيضان في اثيوبيا، بيبقى في الصيف تقريبا. فيبقى ده المنسوب العالي بتاع السد العالي، المفروض في الفيضان يبقى ده اعلى منسوب يوصل له السد، وطبعا بتاخد مسافه امان فوق المنسوب ده. طيب اللي بعد كده منسوب اسمه الاوبريتنج. ايه الاوبريتنج ده؟ ده التشغيل. معظم اوقات السنه بيبقى شغال بالمنسوب ده. وبعد كده في منسوب اسمه الدراي. الدراي ده في السده الشتويه او في الجفاف. اللي موجود شمال موجود يمين. يبقى الداون ستريم ووتر ليفل ممكن يبقى فلاد، ممكن يبقى اوبريتنج، ممكن يبقى دراي. اهم فلاد ديسشارج ليفل، نورمال اوبريتنج ليفل، والدراي ووتر ليفل. طيب يا باشمهندس انت في الامتحان الدرانج جالري دي ما اتشرحتش عندكم، فعشان كده انا مش هشرحها. انا هقول لك فكرتها عشان تبقى فاهم ايه هي بتعمل ايه، لكن هي مش عليك. الدرانج جالري ده يا جماعه اهميتها انها بتقلل فرق الضاغط اللي قدامك ده بتاع الميه. فتلاقي الابليفت بتاعك بعد ما كان شبه منحرف بالشكل ده، لا بيجي عند مسافه اللي هي مكان الدرانج جالري ده ويحصل دروب مفاجئ للابليفت. فهي بتقلل لي طبعا، ده يبقى في النهايه فهي بتقلل لي قيمه الابليفت بطريقه معينه. طبعا ده مش عليك فمش هشرح. طيب انت المطلوب منك في الامتحان ايه؟ زي ما قلت لك انك تشيك الاستابيليتي على جسم السد. لان حاله من دول اي واحده فيهم، دي زي دي زي دي، كلهم بالنسبه لنا زي بعض، نفس خطوات الحل ما بتتغير. طيب حلو يا باشمهندس، تعال نشتغل على الفلود وتعال نشوف ايه المعلومات اللي بتبقى جيفن. والله هندسه انا قلت لك ان جيفن اللي هي الابعاد، هتلاقي بيقول لك الكريست ويدز. فين الكريست؟ اهو ده 10 وده 10 وده 40، ومديك الهايت اللي هو الارتفاع كله ده 100، ومديك ده 75 و15. حلو جدا يا باشمهندس، امال انا هعمل ايه؟ ومديك السيدمنتيشن دي 15. طيب كده تمام يا باشمهندس، كده تقريبا هو مديني كل حاجه. بالظبط، هو تقريبا مديك كل حاجه. وهتلاقي مديك الماتيريال بروبيرتيز، بيقول لك ايه؟ ان اند يونت ويت اوف كونكريت، مديك الجامة بتاع الكونكريت 26 طن على المتر مربع، ومديك ديت اللي تهمني في الجزء ده. خد بالك هتلاقي مديك حاجات كتير. بيقول لك الريسيفوار مديك الجامة ووتر ب 9.81، في السيدمنتيشن مديك الجامة ساتوريتد ب 20 طن على المتر، ب 20 كيلو متر على المتر مكعب، اللي هي 20 طن على المتر 20 طن على متر مكعب. وفي الفاونديشن مديك اللاستيك مودولس، ومديك شويه كلام كده اليو اس سي اللي هو 30 ميجا باسكال. اللي يهمني من المعلومات دي كلها عشان بس ما توهكش، لانك هتلاقي في المساله شويه معلومات كتيره جدا، دي ودي ودي، الباقي كله ولا يلزمك. هعمل ايه باللي هي البولي زيرو ريشيو؟ ولا هعمل ايه باليو اس دي اللي هي الميجا باسكال؟ واعمل ايه اصلا بالايه تاني اللي هي اسمه ده اللي هي الالاو بالكمبريشن ستريس؟ دي مهمه شويه في التشيكات، بس في قيمه هنا عشان دي دايما كتير منكم بينساها. مديك الكوفيشنت اوف فريكشن بتوين كونكريت اند روك، بقول لك معامل الاحتكاك 75، ده اللي بستخدمه في السلايدنج اللي هو الايتا. تعالى اما نشوف الاول هعمل ايه التشيكات، وانا هاخد دول ازاي. يعني احنا عايزين نعمل تشيك على ثلاث حاجات: سلايدنج، اوفر تيرنينج، اوفر ستريسز. يبقى انا محتاج اعرف الفاكتور اوف سيفتي بيساوي ايه. والله هندسه اللي هو الاستابيليتي فورس، وركز معايا ايه الاستابيليتي فورس اللي عندي بالنسبه لجسم السد. سيجما دبليو كل الاوزان الرئيسيه ناقص الابليفت في ايتا، يبقى كل الاوزان الرئيسيه ناقص الابليفت في ايتا. حلو جدا، مقسومه على ايه؟ والله انا عندي ضغط جانبي للميه كده،
وعندي ضغط سيديمنتيشن كده وعندي ضغط الناحيه الثانيه، يبقى الاثنين دول ناقص ده اهو، بي التيميت ناقص بي اس اللي هي سيديمنتيشن ناقص بي اب ستريم ناقص البي سيديمنتيشن ناقص البي داون ستريم، طلع معاك الرقم ده. طبعا ده ما يزيدش عن 1.5. الاجينست اوفر تيرنينج ستابيليتي مومنت على الاوفر تيرنينج مومنت، ايه الاستابيليتي مومنت؟ هنا الكلام ده انا ما بحبوش. ليه؟ الاستابيليتي مومنت يا جماعه، يعني انتوا شايفين القيمه دي، انا شايف ان هي غلط، يعني ممكن حد يشوفها صح. ليه الاستابيليتي مومنت هنا غلط؟ انا عايز الاستابيليتي مومنت، يبقى انا عندي ايه اللي يسبب لي الاستابيليتي؟ والله انا عندي دول زائد ده زائد الاوزان دي، وهي دي بس كده الاستابيليتي مومنت. طيب يبقى الاوفر تيرنينج مومنت هو ايه بقى؟ الباقي اللي هو عندك ضغط الميه هنا وضغط السيديمنتيشن هنا والابليفت، ده الطبيعي. يبقى انا خليت الاستابيليتي الاستابيليتي وخليت الاوفر تيرنينج اوفر تيرنينج، ده بالنسبه لي الصح، وانا بعمل كده. لو الدكتور شرحها زي ما انا موجوده هنا يبقى تلتزم بالكلام ده. طيب خلاص، انا بقى جبت الاوزان يا باشمهندس وجبت ذراع العزم وخلاص، عرفت الشيك سلايدنج، جبت الام ستابيليتي، جبت الام اوفر تيرنينج، قسمتهم على الرقم ده يكون اكبر من 1.5. بعد كده شيء السيفتي اجينست اوفر ستريسز. ايه الاوفر ستريسز؟ الاول بنجيب الاكس، انت عندك الشريحه بتاعك ده كله عرض السد من تحت وده 1 متر. اقوم قايل له الاكس بتساوي ايه؟ الاستابيليتي مومنت على الاوفر تيرنينج ناقص الاوفر تيرنينج مومنت على سيجما الدبليو ناقص اليو اللي هي الان. تمام كده، جبت الاكس، الاكسنتريستي اللي هي بتساوي بي على الاثنين ناقص الويدز، ادي جبت الاي، الاي بعد كده اقوم قايل له الاستريسز بتساوي ايه؟ ان على بي، واحد موجب او سالب 6 اي على بي. البيز ويدز دي اللي هي العرض اللي كان 100 اللي هو كان 75 زائد كان 90 بالنسبه لنا فوق. والان اللي هي سيجما دبليو ناقص اليو 6 اي اللي انت لسه حاسبها، البيز ويدز اللي انت لسه جايبها، تجيب الماكسيموم والمينيموم الاثنين دول تقارنهم بال 3000 اللي هو مديها لك فوق، وهتلاقي الكلام ده سيف دايما دايما بيبقى سيف. طيب ازاي اقدر احسم الاحمال؟ لازم تبقى فاهم دي. والله الاحمال اللي جوه دي سهله، يعني دي بيسموها الدام بودي ويت، دي سهله. هو الحمل الرخم الوحيد اللي هو المسافه دي كام؟ والله هندسه لو انت قسمتها زي ما هو مقسمها هنا، مستطيل ومثلث هيبقى عندك ده وده جيفن. طيب لو انت قسمتها بصعوبه شويه، لان في ناس ممكن تستصعب الدنيا وتقول لك لا انا عايز اقسمها طبقا للسيديمنتيشن، ادي السيديمنتيشن تعال نجيبها من فوق. يعني جيت هنا وقمت مطلع ده كده، مطلع ده كده، وعايز اجيب ايه بقى؟ عايز اجيب ده لوحده وده لوحده وده. طبعا انت وراحتك هتجيب ده ازاي يا باشمهندس؟ الحته دي من التشابه، بص المثلث ده الكبير ده اللي انا هعلم عليه ده، الارتفاع ده كام يا باشمهندس؟ والله كله 100 وده 40 يبقى ده 60. تمام. السيديمنتيشن كام؟ 15. تمام. طيب المسافه دي كلها كام؟ ما هي دي 15 لان ده مستطيل. فتقوم قايل له اكس على 15 بتساوي 15 على 65، اكس على 15 بتساوي 15 على دي كام؟ على 60 اسف، ادي 15 على ادي 15، اكس على 15 بتساوي المسافه دي 15 على المسافه دي كلها اللي هي 60. تمام. كان بس ما ربطكش. من هنا اقدر احسب ايه؟ احسب قيمه الاكس في الواحد في الاربعه يبقى 3.75 اعتقد ده، يعني ايا كان انت تعرف تحسبها بالتشابه. جبت التشابه، جبت الحته دي، بعد ما جبت الحته دي بقت هي الحته دي، وتقدر تطرح 15 من الحته دي، جبت الحته دي، بقى عندك تقدر تحسب ده وده وده لوحده وده لوحده كله. ده طبعا بتكلم الناس اللي عايزه تقسمها، مش عايز تقسمها زي ما هو هنا وريح دماغك، يبقى 2
ويبقى انت عندك هنا حمل بتاع السيدمنتيشن اهو. فين السيدمنتيشن؟ اهو الحلم السيدمنتيشن، وهتلاقي في الحاله دي معوض بالجاما دي، في الحاله دي المفروض يعوض بالجاما سبمرجد، تمام؟ لو هو دخل خد هنا مثلث ميه مع مثلث ميه، انما لو انا قسمت زي ما انا مقسم فوق هنا، طبعا ده متاح بالنسبه لك الاثنين، يبقى هتعوض هنا بالجاما ساتوريتد عادي جدا، تمام؟ طيب ازاي اجيب كوال ابليفت؟ انا عندي هنا يو 1 وهنا يو 2. اليو 1 يا جماعه هو الضغط ده، فيبقى بي داون ستريم، واليو 2 اللي هو ده اللي هو البي اب ستريم اهو. يبقى ده اليو اللي هي اليو في الداون ستريم، وده اليو في الاب ستريم. طبعا الرسم ده قلت لك لو كان فيه درينج لجاليري، لو انا ما عنديش درينج لجاليري ده مش هيظهر الشكل اللي انت شايفه ده، اللي هو هيبقى الشكل عامل كده، ده هيبقى شكل الابليفت طبعا هيبقى عامل كده بالنسبه لنا لو ما فيش درينج لجاليري، تمام؟ ده معاك يو 1 اللي هو يو داون ستريم ويو اب ستريم، بقى معاك الاحمال دي، معاك كل الاحمال الرئيسيه، معاك كل الاحمال الجانبيه، عوض في المساله بتاعك. اعتقد ان السد في الاخر اتحول من معاك من سد لمساله ريتيننج وول. نرتب افكارنا قبل ما نقفل. يبقى انت في السد محتاج تعمل ثلاث تريكات: سلايدنج، اوفر تيرنينج، اوفر ستريسز. يبقى انا محتاج كل الاحمال، الاحمال اللي بتاثر عندي هي احمال السد الذاتيه، احمال المايه اللي بجانب السد يمين وشمال، واحمال السيدمنتيشن بالاضافه للضغط الجانبي للميه والضغط الجانبي للسيدمنتيشن والضغط الجانبي للميه من الناحيه الثانيه وقوى الابليفت. الاحمال بتاع السد بنقسم ونجيبها احمال الميه، يا اما تاخدهم مثلث ومستطيل وتاخد جمص بيصبرج لتحت، يا اما تقسمهم مثلث ومستطيل ومثلث مع المثلث بتاع السيدمنتيشن ويبقى جمص ستوريتد. السيدمنتيشن ما تنساش ان هو ليه اي ارث، اي ارث بتساوي جاما في الاتش في الكي اكتف، يبقى انت محتاج الفاي لان الكي اكتف بتساوي 1 نص ساين فاي 1 زائد ساين فاي، يبقى انا جبت الايرس. نبدا نعمل تشيك سلايدنج، تشيك اوفر تيرنينج، تشيك اوفر ستريسز، وطبعا نقطه الدوران بتاعنا هي النقطه دي يا جماعه. اتمنى يكون الموضوع سهل وواضح، ما تصعبوش الدنيا على نفسكم. السد في الاخر هو مساله ريتيننج جول، ولو جات لكم في الامتحان حاولوا تبداوا بيها. معلش لو كنت يعني ايه كنت بتكلم بسرعه لان الواحد طول يوم اليوم مقفول قفله السواد يعني.